السلام خوتي خويا جدي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وعواش مبروكه تدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. وبهذه المناسبه جيتكم بواحد الفقيقصات او مملحات لذاذ وسهل في التحضير بخمسه نكهات. واللي مميز في هاد الفقيقصات هادو كاين واحد الجزء اللي درتو بلي شيبس، هي البطاطا المقرمشه. كتشدوها كتفرتوها بهذا الشكل هذا ولا كطحنوها في الميكسور وكتخلطوها مع العجين، غير نتوما خلطوها مزيان كتجي لذيذه بزاف. للمكونات وطريقه التحضير تفرجوا في الفيديو وفرجه ممتعه. على بركه الله بالنسبه للمكونات كنحتاجوا 125 غرام ديال الزبده، يمكن لكم ديروا مارغارين، هنا كاس لاروب ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، شويه البزار، قبسه ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال المطارد، جوج بيضات، ثلاثه الفرماجات. هنا البزار فيت ليا ذكرته، والملح من الاحسن يكون زايد لحقاش الفقاص غيكون مالح. بالنسبه للنكهات كيبقى اختياري، هنا اختاريت خمسه النكهات اللي هما المعدنوس والزعتر. هاد المكون اللي كتشوفوا دابا هذاك خليط ما بين الثومه والبصله والزعتر والربيع. ان شاء الله حتى شي نهار ونشارك معكم ان شاء الله. هنايا التحميره والهريسه، هنا بطاطا شيبس اللي شيبس شديتهم وطحنتهم مزيان، هادو كيجيو زوينين بزاف في الفقاص المالح. هنا الزيتون الاسود من الاحسن يكون مقطع رقيق، هنا مقطعتوش انا رقيق لحقاش ما عندي مولف كنديرو كبير، كيعجب كنفضل يكون كبير شويه. الدقيق حسب الخليط، هنايا احتاجيت 500 غرام اللي هي نص كيلو. هنا كناخذ المثلثات ديال الجبن كنزيد عليهم الزبده، بكلشي يكون بدرجه حراره المطبخ من الاحسن، البزار، الملح، المطارد اللي هو الخردل. من بعد كنميكسيهم مزيان، نخلط داكشي مزيان باش يدخلوا في بعضياتهم. من بعد كنزيد البيض. يمكن لكم تعجنوا بطريقه اخرى اللي هي تشدوا الدقيق هو الاول ديروه في كاسه ومن بعد ديروا المكونات وتعجنوا، كل واحد والطريقه ديالو كيفاش دايره. ولا هاد المكونات هادو اللي كنخدمهم دابا ديروهم في الميكسور تيتعجنوا مزيان ومن بعد تزيدوا عليهم الدقيق. هنا زد الزيت مع التحريك، من بعد غنزيد الحليب ونخلط مزيان وكنبدا كنضيف في الدقيق والخميره. من بعد ما كنحصل على واحد العجين متماسك بهذا الشكل هذا، كنقسمو لخمسة أجزاء، كل جزء كندير فيه النكهة اللي بغيت. هنا ملي كناخدو كل عجينة وكنضيفو ليها واحد النكهة كندلكوها مزيان ونخليوها واحد شوية ترتاح، لحقاش هاد المكون غير داخل على ديك العجينة ما غيندامش دغيا. من بعد ما كترتاح العجينة كنعاودو مازال ندلكوها واحد شوية وكيندمج بسهولة وكيولي العجين رطب. هنا غنكمل النكهات كل اللي عندي ونخلي العجينة ترتاح واحد شوية، واحد ثلاثة دقائق. Thank you.
هنا ملي ارتاحت العجينه واحد شويه انا بديت كنعجن فيهم كل وحده بوحدها باش يندمج داكشي مزيان. صافي كنحرب على بهذا الشكل، ومن بعد ملي كنسالي كنحطها في واحد الصينيه ونتقبها بواحد الكيغدون ولا شي براق تكون معقمه. من بعد كنديرهم في الفران، هو الطياب ديالو بحالو بحال الفقاص، غير بان لينا نشف صافي ونحيدوه، ما تخليوش يطيب بزاف، غينشف نحيدوه ونديرو في واحد الصينيه ونغطيوه بالبلاستيك الغذائي باش هذاك الصهد يرجع عليه ويسهل لينا في التقطيع. من بعد ملي نقطعوه كنديرو في الفران 180 درجة، العافية تكون سخونة بحال الطياب ديال الفقاس تماما. انا من بعد ما برد تماما تيبرد على خاطره ما تزربوش عليه، كنشد واحد الموس صغير يكون ماضي مزيان ونبداو نقطعو فيه ونستفوه في الصينيه باش ندخلو مازال عاوتاني للفران باش يطيب. هذا ديال التحميره والهريسه، والثاني هذا ديال لي شيبس هو اللي مميز، جربوه وردوا عليا. هذا ديال الزعتر والمعدنوس، هذا ديال الزيتون، والاخير ديال الثومه والبصله والزعتر مجفف. الصراحه كيجيو رائعين، كنتمنى تجربوهم. وكانت هذه النهاية ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش لي لايك باش تدعموا القناة والاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد، وإلا كان عندكم شي اقتراح زوين خليه لي في التعليق. خليتكم على خير، بسلام عليكم.